بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقية فيديوهات توتوريالز 101 ان سي شارب. هنتكلم دلوقتي عن how to use timer in games. لو انا بعمل فكرة جيم والمفروض ان هو مرتبط بوقت، او اي بروسيس انا بعمله داخل الابليكيشن بتاعي محتاج فيه وقت، بس هيشتغل الكاونت بتاعي داون، او هيشتغل بنظام التوقيت المتناقص. طيب تعالى نشوف الفكرة ماشي ازاي وازاي هننفذها. هنعمل نيو بروجكت، هنسميه تايمر كاونتر او كاونت داون ديمو. تمام، تعالى نعمل اوكي، نظبط الديزاين بتاعنا سريعا، يعني نخليه سنتر جيمز، هنشيل المينيمايز والماكسمايز، هنخليه فيكسد، هحط مثلا ليبل عليه سؤال وزرار او زرارين يس ونو، زي حاجة أسئلة يعني أو نظام أسئلة. تمام، محتاجين تايمر، وهبدأ أحط تكست بوكس في الوقت بتاعي، هنقول ده ستوب وده ستوب، والمفترض مثلا ان انا عندي سؤال وانت بتبدأ، هنقول مثلا السؤال كان كرييت سؤال في سي شارب، هو ينفع اعمل انهيرتنس من الاستراكت؟ الاجابة بتاعك يا يس يا ايه يا نو. طبعا السؤال اول ما هيطلع ده انا بدي بس شكل او مثال، يس انا اللي يهمني فكرة التايمر اكتر نو. تمام، يبقى ده السؤال بتاعي، والمفترض ان انا عندي التايم في خلال 10 دقايق المفروض حضرتك تكون مجاوب. او اسف، 10 ثواني. تمام، والمفروض ان 10 ثواني دول بيقلوا. تمام، طيب هبدأ ادخل هنا الانتر فال بتاعي 1000 اللي هو ثانية. تمام، وهبدأ انزل بشكل عكسي، فهاجي هنا اعمل متغير هسميه مثلا انتر اكس ايكوال 20. انت اكس ايكوال 20 ده المتغير بتاعي. تمام، طيب هاجي بقى في الحدث بتاع التيك تاك او حدث التايمر نفسه، وهبدأ احط فيه ان الديوريشن بتاعي هيقل. يعني ايه هيقل؟ يعني اكس ماينس ماينس، يبقى انا كده اكس بيقل. لو انا سبت الموضوع كده اكس ممكن يبقى بالماينس، فانا هسأله اف ان اكس ايكوال ايكوال زيرو. في الحالة دي اللي يحصل، يبدأ الاول تايمر بتاعي دوت ستوب يقف يكمل شغل، ويطلع لي مسج بوكس دوت شو مثلا تايم از اب.
دوس مثلا ايا بقى مكان المسج بوكس بتاعك البوتوم بتاعها اوكي، والمسج ايكون دوت ستوب. تمام، طيب كده انا حطيت الفكرة بتاعتي. طيب قبلها بقى عايز ان التكست بوكس 1 دوت التكست هي ايكوال اكس دوت تو سترينج. تمام، تعالى بقى نظبط ستارت. ستارت انا عايز فيها ان التايمر دوت الانيبل ايكوال ترو، بديله الانيبل وبخلي التايمر يشتغل، فبقول له تايمر 1 دوت ستارت. ارجع لستوب وهبدأ اقول له ان تايمر 1 دوت ستوب، يعني ممكن اوقف التوقيت قبل الميعاد يعني جاوبت. تمام، طيب بكده يبقى احنا خلصنا الشكل بتاعنا. طبعا ممكن نظبط هنا بس لاننا نحط ليبل كمان، نحط هنا ليبل ونخليه مثلا seconds بحيث تبقى واضح الترتيب بتاعي. لو نتخيل مثلا ان انا بعرض عليك من داتابيز اجابات وحضرتك بتختار وبعدين بكتب لك السكور، فانا المفروض لما بعمل ران نشوف كده مع بعض، المفروض ان انا هبدأ الاجزام. ممكن اعمل حاجة كويسة قوي، هاخد دول عشان يبقى الموضوع يعني شكله ريال شوية، هاخد دول كده قط واحطهم في بانل. فين البانل اهو، تعال نعمل بيست وهاجي على البانل ده واخلي الفيزابل بتاعه فولس، ولما هقول ستارت بانل 1 دوت الفيزابل ايكوال ايه، يبقى انت هتعمل ايه؟ تعال نعمل ران. انا بقول لك هتبدأ الاجزام، فبتقول لي ايوه، فبعرض عليك السؤال والمفروض ان العداد بيبدأ يشتغل معايا. طب هو ما عملش، انا ما شغلناش نيبل ايكوال ترو تيبل وقت مظبوط اكس ب 20. طيب ايه، في حاجة بس انا ما عملتهاش، المفروض بوان فولس. مش تعال هنا بدأت بستورت، طب خلينا ناخد ديات نزلها تحت يشتغل الاول، والمفروض ان تكست بوكس 1 هيعرض لي الداتا. طبعا ده 20، تعالى هنا نخلي ده او نخلي اللي جوه 10 وخلاص، اكس بقت ب 10. تعالى نعمل ران وابدا اقول له ستارت، ظهر بس ليه التكست بوكس مش شغال. خلينا كده اعمل بريك بوينت اشوف بس المشكله فين. تايم ستارت، تمام ستارت فيزابل ماينس ماينس طيب هو بيعرضش. اوبس، انا المفروض السطر ده يكون فوق الاف، هي دي الغلطة اللي عندي.
السطر ده يا شباب اللي بيعرض الداتا، انا حاطه لما الشرط ينكسر يعني لما يقف، فمش هيشتغل كده. بقى الفكرة كلها ان انا هعمل decrement وبعدين هظهرها وبعدين اتشيك هو انا وصلت للزيرو ولا لسه. نبدأ بقى نعمل run، عملت start، شيل بريك بوينت ونكمل. 9 8 7 6 5، طبعا المفروض ان انا بجاوب في اللحظة دي، ممكن اقول next فيظهر لي شكل تاني. لما وصلت لزيرو فبدأ يقول لي time is ايه is out، انت المرحلة اللي انت فيها ديت تعدتها. طبعا انا لو بدأت تاني بدأ يديني ايه ماينس، لان هو بالفعل ايه قاري الداتا بتاعتي. تمام، طيب يبقى انا هاجي الاول هنا واقول له لو المفروض ان انا بدأت من 10 تمام، والداتا بتاعتي بتقل، المفترض ان انا مجرد ما اضغط ستارت لازما ستوب هو اللي يبقى شغال. يعني انا هاجي هنا اعمل ران واجي اقول له ستارت، فبدأ يقول لي 9 8 7. لو انا ضغطت ستوب يعني انا قلت له نو دي الاجابة بتاعتي وضغطت ستوب، التايم وقف والمفروض ينقلني للسؤال اللي بعده ويديني تايم جديد. يديني تايم جديد يعني المفروض ان انا ببدأ الستارت تاني من الاول. طبعا هنا الستارت بدأ بكام؟ ب3، يعني بنفس القصة، لان هو المفروض ستارت هنا بيقرأ مني على ان القيمة ثابتة. لا، ابدأ اقول له لما بضغط ستارت اكس بترجع تاني قيمتها كام؟ 10. فتعالى هنا كده نعمل بقى ران، انا بدأت الاكزام جاوبت نقلت للسؤال اللي بعده، فالمفروض انه وقف، عملت سبميت مثلا، فبدأت اقول له ستارت تاني فبدأ يديني العدد من الاول تاني، جاوبت وقلت نكست فوقف العداد، دخلت على السؤال اللي بعده وهكذا. تمام، يبقى انا مهما ضغطت ستارت، ستارت بتديني ايه؟ محاولة جديدة. طبعا لازم اعمل ديسيبل للستارت وانيبل للنكست، يعني بعمل سواب ما بينهم. طبعا الوقت خلص فقال لي تايم از ايه از اب. تمام، ده كان مثال سريع كده على فكرة التايم لو دخل وسط عمليات او بقى فيه فريكوانتلي او حاجة بشكل دائم بتشيك بيها على التايم. ارجو ان يكون التوتوريالز واضح. لو عجبك التوتوريالز يا ريت تعمل لايك، ويا ريت تعمل سبسكرايب علشان تشوف بقية الفيديوهات اللي هنعملها على القناة. خليك ايجابي، ما توقفش المعلومة عندك، شير في الخير، اشوفكوا على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.